حنا رانا في ولايه لمسان مدينه الرمشي قريه سيدي بونوار. حنا السكان هادو تاع الواد، الواد هذا راه ساكن، رانا ساكنين قدامه وساكنين قدام الزوابي، رانا مغبونين بينا بوليداتنا. الواد هذا عنده 4 سنين فض علينا، دخلنا للديار قشنا، راح ولادنا مرضوا وحنا رانا مرض، رانا في 15 عام وحنا ساكنين هنا، والسلطات ما بغاش تشوف حالنا، عينا نروحوا نشكوا لهم، جات الحمايه المدنيه، جاو كل جاو الامن، جاو كلش، ما بغاوش يشوفوا حالنا. دروك حنا نطلبوا من السلطات وكاع اللي عنده المعنيين بالامر يشوفوا حالنا، يعطيونا حل. حنا ما غديناش لهذه العيشه هذه، رانا عايشين كيما ماشي كيما البشر، انا عايشين كيما الهوايج كيما الحيوانات، مانيش عارفه كيفاش. المهم السلطات تعطينا حل. شوفوا ديالنا حنايا هنايا، شوفوا ديالنا، شوفوا ديالنا. انا بعد وحده من الناس مريضه فيا، لازم لامبيلونس كل يوم تنفدني، انا ماشي. حنا نطلبوا من السلطات تشوفنا، شوف لنا قبيلتنا، شوفوا حالتنا كرانا دايرين، شوفوا كدرك رانا دايرين، شوفوا صور الواد، صور لنا يا خويا، شوفوا انا عايشه في الزوال، ولادنا مرضينا الواد في 2011 وما كانش اللي شاف فينا. وحنا هذا الاعلام ماتوا عليه جدودنا، مات عليه الشهداء، ماتوا عليهم. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. الى حنايا، الى حنا بشر شوفوا فينا، رانا مرضى، ولادنا مرضى، جوارينا مليت اللي خاصهم، شوفوا شوفوا منا، شوفوا الطريق كيقطعوها، كيقطعوها، شوفوا الطريق كيقطعوها. حنا حنا ناس دخل علينا الواد في 2011 وجات الحماية المدنية ونقدتنا وصورونا، يجيو يشوفوا حالنا، شوفوا الطريق اللي كيفوتوا، يجيو يشوفونا كيفاش رانا عايشين. وتحية الجزائر، تحية الجزائر.